مدينتان بالولايات المتحدة الأمريكية تسيطران على الوسائل التكنولوجية بشكل كبير جدا، من بينها مدينة سياتل. هذه المدينة الأمريكية في الغرب الأمريكي، والتي تعد من أفضل المدن التقنية العالمية، وتتضمن شركات عالمية منها مايكروسوفت وأمازون، إضافة إلى شركة تي موبيل. وتتميز سياتل بالتغطية الواي فاي في كل المدينة، ويمكنك الجلوس في أي مقهى لاحتساء كوب من القهوة وأنت تتصفح مجال الإنترنت بالمجان. مدينة ثانية وهي منطقة خليج سان فرانسيسكو بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي المعروفة بوادي السيليكون لكونها تتضمن في سبعينيات القرن الماضي عددا كبيرا من شركات تطوير رقائق السيليكون لأجهزة الكمبيوتر. ومن المعروف أنه يتضمن الكثير من الشركات العالمية الكبرى في مجال الصناعة التقنية والتكنولوجيا، ولعل أنتل وياهو وهيوليت وباكارد وجوجل وأبل أبرزها. وتتضمن الكثير من المرافق والأدوات والوسائل الحديثة في التكنولوجيا والتي لم تصل إليها مدن منافسة لها، وتعتبر من المدن الذكية. شكرا على حسن المتابعة المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.